سورة البقرة آية 5-7 بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وری ولهم عذاب ادبی <applause> تو آپ یا اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن سکھانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ ضرور کریں